بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا 35 بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 23 من شهر الله المحرم 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في ليلة كريمة هي ليلة الجمعة، ويكون فيها مجلسنا في رحاب بيت الله يجمع بين عظمة المكان وعظمة الزمان في ليلة كريمة نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على هادي الأمة وأسوتها ودليلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن يكون لنا بكثرة صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات وزيادة الدرجات وإجابة الدعوات وتحقيق المنى وبلوغ الآمال، فإنه صلى الله عليه وسلم وعد فقال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. صلوا على المختار نبراس الهدى، إن الصلاة تضيء عتمات الدجى، يا حظ من صلى عليه مرددا فهو الشفيع هو النبي المجتبى. صلى عليك الله يا خير الورى، ما أشرقت شمس وما ليل سجى، صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند آخر فصل ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام في النكاح ومعاشرة أزواجه وأهله صلى الله عليه وسلم. ولابن القيم رحمه الله تتابع في فصول هذا الكتاب في ذكر هديه في سائر مناحي الحياة، وهذا الفصل ليلتنا هذه في هديه في النوم والانتباه صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. هذا عنوان يشير إلى ما سيعرضه المصنف رحمه الله من الجمل المختصرة الموجزة فيما ثبت من السنن في النوم والانتباه، كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم، وكيف ينتبه من نومه إذا قام. وها هنا فائدتان لطيفتان، إحداهما أن هذا جزء من تكامل الهدي النبوي الذي يغطي كل مناحي الحياة. ألم يقل ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فما كان أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم إلا ولنا فيه في كل أبواب الحياة سنة، وفي كل طرقات الحياة وأبوابها ومناحيها هدي نبوي، وإلا فإنه لم يكن لنا أسوة إلا وهو لنا في كل باب دليل وأسوة صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل بعثه بشراً رسولاً، فكان لمقتضى البشرية في حياته صلى الله عليه وسلم ما نحتاج إليه. عاش بشراً يأكل ويشرب، يضحك ويحزن، يغضب ويرضى، يتزوج ويطلق، فله في كل أبواب الحياة ما للبشر جميعاً. وبهذا كان لنا من الله عز وجل في حكمته البالغة من التأسي في كل أبواب الحياة لمن يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لئلا يقول إنسان إنه يمر في حياته بموقف أو بحالة أو بهيئة فريدة لم يسبق إليها أحد،
وليس لنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يستند إليه أو يستفاد من هديه صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق الكبير. وأما اللطيفة الثانية يا كرام، فهذا الهدي العجيب الذي نقل لنا وحفظ من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء من شؤون الحياة، في كل باب، في الضحك، في الأكل، في الشرب، في الطعام، في معاشرة الأهل، في تربية الأولاد، في البيع والشراء، في كل أبواب الحياة. هذا هديه في النوم، كيف كان ينام، من كان معه لما كان ينام في البيت؟ أزواجه رضي الله عنهن، فهن اللواتي نقلنا عامة ما يتعلق بهذا الباب، كيف نام، وعلى أي شيء نام، وإذا نام ماذا يقول، وإذا استيقظ كيف يصنع. فهذا من عجيب ما نقل، ولا تعجبوا، فإن التاريخ لم يحفظ لأحد من البشر ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في تاريخ البشرية إنسان حفظت كل تصرفاته وأفعاله وأقواله كمثل ما حفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله في ذلك حكم، وللصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب من الحفظ والرواية بذل عظيم. لقد كانوا والله أوفياء، كانوا أمناء رضي الله عنهم، حفظوا كل شيء يتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رجل، في صحيح البخاري وحده، فضلاً عن باقي دواوين السنة التي حفظت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمل ما كنت تتوقع أن ترصد وتحفظ وترويها الأجيال، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها البخاري في الصحيح في 1021 مرة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في صحيح البخاري 1936 مرة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة، ذكرت في صحيح البخاري 3695 مرة، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها البخاري في الصحيح في 6983 مرة، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها البخاري في الصحيح في 1304 مرات. ما أعظمه من نبي صلى الله عليه وسلم، حفظت لنا بسماته وضحكاته وسكتاته وحزنه وبكاؤه ونومه وانتباهه وطعامه وشرابه وكل شيء يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم أمام هذا التراث المحمدي الكبير وهذا الهدي النبوي المحفوظ، أمام أمانة عظيمة ينبغي علينا أولاً البحث عنها وتعلمها، ينبغي علينا حفظها ونقلها للأجيال من بعدنا، ينبغي علينا في وراء ذلك كله قطف الثمرة وتنزيل تلك السنن على حياتنا، أن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، نأكل كما أكل، ننام كما نام، نستيقظ كما استيقظ، نفعل في حياتنا كمثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم نربي على ذلك الأجيال والناشئة، ونبث في الأمة هذا الهدي النبوي العظيم، لنقول للكون كله هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. تجدونه في حياة كل مسلم، تجدون أقواله وأفعاله في شأن كل أمة الإسلام، رجالها ونساؤها، عربها وعجمها، صغارها وكبارها، كلهم يتأسى ويتمثل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل في مجلس الليلة في الهدي النبوي في النوم والانتباه، وما الذي حفظ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة برماله، وتارة عليه كساء أسود. هذا التبسط وعدم التكلف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، على أي شيء كان ينام، كما مر معنا في هديه في الطعام، في هديه في اللباس، كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقوداً ولا يرد موجوداً، يأخذ بما تيسر. نام على الفراش، نام على النطع، نام على الحصير، نام على الأرض، نام على السرير بحصيره، ونام وعليه كساء أسود.
في كل الهيئات والأحوال وطن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه في الدنيا كمثل ما أخبرنا لما قال: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجر ثم قام وتركها. التقلل وعدم التكلف والاكتفاء في الحياة بطعامها وشرابها ومتاعها بالقدر الذي يحصل فيه حاجته صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر من هذا، هو ليس في حاجة إليه، إن أكل فبقدر ما يملأ بطنه لا أكثر، وإن شرب فبقدر ما يروي ظمأه، إن لبس فبقدر ما يغطي جسده. يعني ما فائدة أن يكون لك 100 ثوب وأنت لست تلبس إلا واحدا في كل مرة؟ ما الفائدة أن يكون لك في مائدة الطعام 10 الأطباق ومئات الأصناف وأنت لن تأكل إلا في معد واحدة؟ ما الفائدة أن يكون لك أصناف المشروبات باردها وحارها وحلوها ومرها ثم أنت لا تشرب إلا بقدر ما يملأ المعدة المحدودة؟ كان عليه الصلاة والسلام ينام على الفراش تارة، وسيأتيكم بعد قليل أن فراشه كان من أدم حشوه ليف، من جلد مدبوغ محشو بسعف النخل، ونام على النطع تارة. النطع البساط المصنوع من الجلد يسمى نطعا، وعادة ما كان يفرش تحت أقدام المنصوبين للقصاص وقطع الرقاب، فإذا فرش النطع علم أن قصاصا حاضرا في المجلس. نام على النطع وهو بساط الجلد، نام على الحصير، والحصير البساط المنسوج من الخوص وسعف النخل، وإلى اليوم لا يزال يسمى حصيرا. ونام على الأرض تارة، يعني ينام على الأرض من غير حصير ولا فراش ولا وطاء، فينام على التراب على الحصى بقدر ما تيسر له الحال. ونام على السرير تارة برماله وتارة عليه كساء أسود. السرير 4 قوائم، ثم يكون بينها ما يوضع عليه الفراش لينام عليه النائم. أما السرير الذي يصنع من الخوص وسعف النخل فإنه تمتد بين قوائمه 4 نسج الحصير، فهو حصير منصوب على قوائم 4، حصير المصنوع من سعف النخل ومن الخوص لكنه منصوب على قوائم 4، فالنائم عليه ينام على حصيره لكنه حصير مرتفع عن الأرض. وهذا معنى قوله: نام على السرير تارة برماله، والرمال هو النسيج الذي يكون من الحصير، يعني نام عليه من غير غطاء ولا وطاء، نام عليه مباشرة. فإذا نام عليه النائم كالذي ينام على الحصير المفروش على الأرض سيؤثر في جنبه. قال: وتارة عليه كساء أسود، يعني ربما فرش له على السرير كساء أسود فينام عليه. كل ذلك ثبت من رويات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنام، وهو كما قلت لكم إشارة إلى عدم التكلف وإلى التبسط وإلى التقلل من متع الحياة بقدر ما يفي بحاجة الإنسان. هذا الهدي النبوي منتصب لنا في كل أبواب الحياة من سيرة وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يعني هذا أن التنعم بالمباح بما زاد على ذلك ممنوع شرعا؟ الجواب لا. فمن وجد فراشا وثيرا، من وجد لحافا وغطاء، من وجد سريرا فاخرا، ومن نام على ريش نعام وعلى جلد غزال وعلى أي شيء من المباحات فلا حرج في ذلك. لكن الإشارة ها هنا إلى شيئين: الأول ما قلناه قبل قليل، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التقلل وعدم التكلف في كل أبواب الحياة، والأمر الثاني توطين النفس على كل الأحوال. فربما لا يتهيأ لك النوم على فراشك الذي اعتدت عليه، فكيف تصنع؟ أيصيبك الأرق والقلق وعدم النوم إذا كنت في رحلة حج مثلا فأتيت إلى المبيت في مزدلفة أو في منى فلم تجد فراشك الذي اعتدت عليه ولحافك الذي لا تنام إلا به ووسادتك التي لا تضع رأسك إلا عليها، وجدت مشقة بالغة؟ العقل والحكمة يقتضيان أن يوطن الإنسان نفسه على أيسر الأحوال، فإن وجد ما اعتاد عليه فبها ونعمة، وإلا فهو قادر على أن يوطن نفسه بقدر ما يحتاج إليه، وهذا الذي ثبت من هديه صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، ويرويه عنه ابن أخيه عباد بن تميم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. بعيدا عن صفة الاستلقاء وكيف كان، وعن مشروعية النوم في المسجد وعدم الحرج فيه، أفاد الحديث في هذا الفصل الاستلقاء على الأرض من غير فراش، فإن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم ما كانت مفروشة لا بحصير ولا بغيره، إنما كانوا يصلون على الحصباء والحصى الناعم الذي فرش به أرض مسجده عليه الصلاة والسلام. فلما قال رأيته مستلقيا في المسجد، إذا نام على الحصى ونام على تراب المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شاهد لقوله ونام على الأرض تارة، يعني من غير فراش ولا حصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان فراشه صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. الليف معروف هو سعف النخل الذي يؤخذ، أو الليف الذي يؤخذ من سعف النخل، فإن حشو الفراش كان من ذلك الليف، وأما غطاء الفراش من الخارج الذي يحشى من داخله فقد كان أدما، والأدم الجلد المدبوغ. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف، حتى الوسادة كما سيأتيكم بعد قليل أيضا كانت من أدم محشوة ليفا، فكان الأدم المحشو بالليف فراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجلس عليه والذي ينام عليه، وكانت أيضا وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من أبسط ما يكون في أنواع الفرش، ليس فيه القطن وليس فيه الصوف والعهن، وليس محشوا بقدر كبير مما يبعث على الراحة، إنما هذا الذي ثبت كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال: وكان له مسح ينام عليه يثنى له ثنيتين، وثني له ليلة أربع ثنيات وثني له ليلة أربع ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول، فإنه منعني صلاة الليلة. وفي رواية: فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى قد أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل وبعض أصحاب السنن كالطبراني في أحد معاجمه من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث ضعيف بعامة طرقه، وبعض طرقه في رواته متروك. والمقصود من الرواية أنه كان له مسح، والمسح الكساء الذي يكون من شعر الحيوان أو من صوفه، كان له مسح ينام عليه يثنى له ثنيتين، يعني يطبق طبقة فوق طبقة، والمقصود من الثني أن يكون في طبقاته ما يكون معه الكساء أو الجلد أكثر نعومة للنائم عليه. قال: وثني له ليلة أربع ثنيات، يعني ثني طبقة فوق أخرى ثم ثني من المنتصف، فكان أربع ثنيات أو طبقات، فيكون عندئذ أكثر نعومة واسترخاء للجالس أو للنائم عليه. قال: فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول، فإنه منعني صلاة الليلة. والحديث لا يصح من عامة طرقه كما نبه إليه المحدثون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف، وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة من كن غير عائشة. إذن له فراش ينام عليه ولحاف يتغطى به، هل ثبت أنه تغطى بلحاف؟ الجواب نعم في بعض الأحاديث. أما النوم على الفراش فقد تقدم فراشه كان من أدم حشوه ليف، وربما نام على حصير، وربما كان فراشه أرض المسجد، وربما كان فراشه كما تقدم سريرا برماله أو عليه كساء أسود، كل ذلك قد نام عليه صلى الله عليه وسلم. أما اللحاف فثبت أنه استعمله أحيانا
وتغطى به، إما لبرد أو لحاجة إليه. قال المصنف رحمه الله: وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة رضي الله عنها. وأشار المصنف رحمه الله إلى ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة طويلة فيها فائدة لطيفة، وأشار في الحديث إلى هذه الجملة. والحديث في رواية الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب آخر فيه أم سلمة رضي الله عنها وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الباقيات: زينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام كن حزبين، والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. لما؟ يعني لو بعثوا بالهدية في بيت غيرها لا تصل؟ بلى ستصل، فلماذا يتحينون ليلة عائشة رضي الله عنها؟ لعلمهم أنه يحبها. طيب، وما علاقة هذا بهدية أحدهم؟ صاحب الهدية يبحث عن ماذا؟ يبحث عن قبول لهديته وفرح المهدى إليه، أليس كذلك؟ وأنت إذا بعثت هدية لمن تحب فإن أحب ما عليك أن تقع هديتك موقعها من قلبه. وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لا يفضل على عائشة أحداً من نسائه رضي الله عنهن، ويحب أحدهم أن تكون هديته وإن قلت عظيمة الوقع فرحاً وسروراً في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظروا، فإذا هو أشد ما يكون فرحاً وأطيب ما يكون قلباً صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة رضي الله عنها، فصاروا يؤخرون هداياهم. فإذا جاءت ليلة عائشة بعثت الهدايا، فوجد النساء نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفوسهن شيئاً، أن ليلة إحداهن لا تؤتى فيها بالهدايا، وليلة عائشة رضي الله عنها تجتمع فيها الهدايا، فوجدنا في أنفسهن شيئاً. تقول عائشة رضي الله عنها: فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا، يعني حتى انتهى إليها في الدورة الثانية من الأسبوع الذي يليه، فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. وهذا من عظيم عقل أم سلمة رضي الله عنها وحصافتها ورجاحة ما أوتيت رضي الله عنها، وليس هذا بأول مواقفها الشاهدة لها بهذا الشأن العظيم. قال: فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن، حزب أم سلمة رضي الله عنهن، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أفلحت المحاولات مع أم سلمة، فاتجهن إلى
فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. في رواية عند مسلم قال: فإني أحب عائشة فأحبيها. فأجابها صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليهن فاطمة فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه، يعني كلميه ثانية، فأبت رضي الله عنها أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش، فهذه المحاولة الكم؟ الثالثة. فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فأتته، فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن ابي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم تقول شيئا. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها ابنة أبي بكر. انتهت الرواية. وفي الحديث ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما تغطى باللحاف كما في أشار هنا، ولفظ البخاري في ثوب امرأة إلا عائشة رضي الله عنها وعن سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت وسادته أدماً حشوها ليف، وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. كانت وسادته أدماً حشوها ليف، كالفراش أيضاً كان أدماً وحشوه من ليف. وقد تقدم أيضاً هذه الجملة، تقدم ذكر هذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله في الفصل الذي ذكر فيه الملابس والأثاث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: بسمك اللهم أموت وأحيا أو أحيا وأموت. هذه جملة من الأدعية والأذكار التي كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يقولها عند النوم، وهي ما يسميها العلماء أذكار النوم. احفظوها حفظكم الله بحفظه، وحفظوها أولادكم ليحفظهم الله بحفظه، وليكون لنا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية وتطبيق وتعليم وتواص بها، فإنها الخير كله. كان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. يذكر اسم الله عز وجل في ابتداء الطعام وابتداء الشراب وابتداء النوم وابتداء الجماع ودخول المسجد ودخول البيت، يسمي الله عز وجل في كل شيء يقبل عليه، ولو كان مقبلاً على النوم سمى الله، لأن أي عمل لا يذكر عليه اسم الله فهو مقطوع البركة، أجذم، أبتر. والمسلم الذي يبحث عن البركة في طعامه يسمي الله، في شرابه يسمي الله، في دراسته ومجلس علمه يسمي الله، في جماع أهله إذا أراد البركة يسمي الله، وإذا أقبل على النوم ليخلد إلى الراحة أيضاً يذكر اسم الله ليكون نومه مباركاً كما كانت يقظته مباركة. ولن تكون البركة بشيء تبتدأ بأعظم من ذكر اسم الله تعالى: بسمك اللهم أحيا وأموت. هذا عند النوم. وإذا رفع رأسه وانتبه، سيأتيكم أيضاً في ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه يعود إلى ذكر الله. ما أعظمها من حياة يفتح فيها العبد عينيه على ذكر الله ويغمضهما على ذكر الله، أعظم حياة. وأعظم من تمثل هذه الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحواله، إذا نام وإذا استيقظ، إذا أكل وإذا شرب، إذا لبس وإذا خلع، إذا أقبل أو أدبر، إذا دخل أو خرج، في كل شأن من شؤون حياته لا يزال ذكره لربه صلى الله عليه وسلم حاضراً في قلبه قبل لسانه. علمنا وذكر لنا جملاً عظيمة، ولهذا قلنا: حفظ هذه الأوراد، هذه الأذكار، هذه الأدعية ذكر لله وأجر وثواب وحفظ من الحفيظ سبحانه، ورعاية وعناية إلهية تحفظ أصحابها.
اليوم كثر الناس الذين يشتكون من العين والأذى ومس الجان والسحر والحسد والأمراض التي لا يعرفون لها سبباً، فضلاً عن ضيق الصدر والأمراض النفسية وسوء المزاج وتعكر صفو الحياة ومداخل للشيطان من هنا ومن هناك. ما الذي ينتظره المسلم إذا ابتعد عن ذكر الله إلا تلك الأدواء والأوبئة والأسقام والأمراض والبلايا؟ وأمتع حياة وأكثرها بركة تلك التي تظللها الأذكار التي تربط العبد بربه. تدري ليش؟ لأنه لا عبد يدمن ذكر الله إلا وقد وقر في قلبه معرفة قدر ربه وخالقه. وتلك هي العتبة الأساس، أن يمتلئ قلب العبد تعظيما لربه، ولن يعظمه إلا إذا عرفه حق معرفته. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله قائم على هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول في الحياة، معرفة العباد لربهم وخالقهم وسيدهم ومولاهم جل وعلا. كان إذا أقبل على النوم قال باسمك اللهم أحيا وأموت، سواء الحياة الكبرى البرزخية والآخرة أو كانت الحياة القصيرة الفانية المؤقتة، والموت كذلك سواء كان الموتة الصغرى النوم للاستيقاظ بعدها أو كانت الموتة الكبرى التي لا استيقاظ منها إلا عند البعث والنفخ في الصور والخروج من القبور. يذكر اسم الله جل وعلا في موته وحياته صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وهذا ذكر آخر من أذكار النوم التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر بها ربه. كان كما في صحيح البخاري: كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قرأ ونفث، يقرأ تلك السور وينفث في كفيه، والنفث النفخ اللطيف من غير خروج للريق من الفم، فينفث ينفخ نفخا لطيفا ينفث في كفيه بهذه السور 3. قال: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعني دون أن يفعل ذلك في ظهره وخلفه. قال: يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح البخاري أيضاً من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال: وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه 3 سنن في هذه الجملة: ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه 3 سنن. فإذا نام، نام على شقه الأيمن، لا على الأيسر ولا على ظهره ولا على بطنه، بل النوم على البطن مذموم. فأن ينام على شقه الأيمن فتلك السنة، ويذكر الأطباء أنها أعدل ما يكون لبدن الإنسان حال النوم وأكثره عوداً عليه بالصحة والعافية في بدنه وما استطاع من وما احتاج إليه من طب جسده. ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فيضطجع على شقه الأيمن واضعاً كفه تحت خده الأيمن وينام هكذا صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما أخرج بعض أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان. وثبت أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم للبراء كما في صحيح مسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن الحديث. فثبت من قوله ومن فعله صلى الله عليه وآله وسلم.
واليوم نقول يوطن الإنسان نفسه الحريص على السنة المحب لها يفعل هكذا. فإذا قال أنا ما اعتدت إلا النوم على الظهر أو على البطن فيقال له الإنسان وما تعود، فتعود السنة خير من تعود غيرها. وإذا كانت العادة محل نهي وذم كالنوم على البطن كان ذلك آكد في الاجتناب، ولا عذر للإنسان بالاعتياد. اللهم إلا من كان له عذر من طب ومرض ونحوه، أو شخص يعني أجريت له عملية جراحية فلا يستطيع إلا كذلك ولا ينصح، ولكنه يقدر أيضا بقدره. واليوم المثل العام يقول نم على الجنب الذي يريحك، ونحن نقول لأصحاب السنة والمحبين لها نم على شقك الأيمن أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، ذكره مسلم. نعم، في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه. الآن إذا أوى إلى الفراش وهو النوم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، هو الآن يأكل ويشرب أو ينام؟ ينام. فما مناسبة ذكر الطعام والشراب والكفاية والإيواء؟ يريد النوم فيذكر نعمة الطعام والشراب والكفاية والمسكن والإيواء. يا قوم، هذا القلب الممتلئ تعظيما لله واعترافا بفضله وحمدا له على نعمه، نعم هو ليس أمام طعام ليأكله فتذكر الطعام، هو عند الفراش لينام، بل هو على الفراش يتهيأ للنوم إذا أوى إلى الفراش، لكن القلب المعظم لربه والمستحضر لنعمه حتى إذا كان على فراش النوم ذكر ما طعم وما شرب وما المسكن الذي يبيت فيه ويأوي إليه، ليقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. أطعمنا فأكلنا، سقانا فشربنا، كفانا من أي شيء؟ من كل هموم الحياة ومطالبها واحتياجاتها. فلولا فضل الله عليك ما وجدت شيئا من النعم التي تقلبت فيها منذ اليوم. وآوانا الذي آواك فجعل لك بيتا تسكنه وغرفة تدخلها وفراشا تضع جنبك عليه، قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من البشر الذين تعرضوا لكثير من صعاب الحياة ومشاكلها وحروبها وبأسائها، فقوم مشردون وآخرون بلا ديار ولا فرش ولا إيواء. كم من البشر اليوم بهذا الحال في شرق الأرض وغربها، وأنت ولو نمت على حصير فإنك مأوي في بيت تسكنه، ولو كنت تملكه أو تستأجره أو وجدته إهداء أو تفضل به عليه، لكن فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. استشعار النعم وتذكرها على الدوام يقظة للقلب، ونعم القلب قلب يحمد الله عز وجل على كل حال. هذا هدي عظيم لعبودية تامة كانت جلية في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالطعام والشراب واللباس والدخول والخروج يحمد الله على كل حال، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأمته أمة الحمادين، ولا يحشر تحت لوائه لواء الحمد يوم القيامة إلا الحمادون من أمته المستكثرون من حمد الله. نحن نحمد الله في الصلاة، فإذا رفع الإمام رأسه سمع الله لمن حمده، انطلقت جموع المصلين تحمد الله وجوبا في أفعال الصلاة. في الركوع والسجود نسبح ونحمد الله، في كل أذكار الصلوات نحمد الله، في الصبح والمساء نحمد الله. ومع ذلك فلا يشبع العبد من حمده لربه حتى يستكثر من ذلك ما استطاع. وتعلموا هذا الهدي النبوي الذي يبدأ بسم الله ويثني بحمد ربه سبحانه وتعالى، فإن ذلك من عظيم أذكاره صلوات الله وسلامه عليه. بقيت هاهنا فائدة لطيفة في حديث حفصة والبراء في ذكر الدعاء اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وثبت كما قلت لكم أن النوم على الشق الأيمن ثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول اللهم قني عذابك، كيف يقول اللهم قني عذابك
وقد ثبت أن الله عصمه مما يستوجب العذاب، وأن الله غفر ذنبه، بل هو المستفتح لباب الجنة يوم القيامة، فلا يدخل أحد قبله. فإذا طرقت أبواب الجنة فسأل خزنتها من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون لك أمرنا أن نفتح ولا نفتح لأحد قبلك. فكيف يقول اللهم قني عذابك؟ نعم، ها هنا جوابان. الأول أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة هذا الدعاء، فقاله تعليما لي ولك، لأن أنا وأنت مساكين، ما زلنا في ذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا معرضون لما يستوجب العقاب والعذاب، فنحن أحوج ما نكون إلى سؤال الله أن يقينا عذابه يوم يبعث العباد يوم القيامة. وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم وقد قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد قال الله له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ما زال عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وفي اليوم 100 مرة. ما هذا؟ فعلى أي شيء يستغفر وقد غفر الله له؟ يقوم من الليل حتى ترم قدماه فتسأله أم المؤمنين فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الاستغفار بعد الغفران والتوبة بعد القبول والانقلاب على أعتاب الندم وذكر الله باب عظيم من أبواب العبودية ومراتبها العالية الرفيعة، أن العبد لا يستغفر للذنب ولا يتعوذ من العذاب لأنه من أهله، بل لأن الله جل وعلا إله عظيم وقادر، فإنه يسأله الرحمة والمغفرة ولو علم أن الله قد غفر له، فيزداد استغفارا ترقيا في مقام العبودية. ولو علم أن الله نجاه من العذاب فإنه ما يزال يستلطف ويسترحم ربه سائلا الوقاية، لأنه يعلم عظمة ربه ومقامه بين يديه في العبودية. فهذا مقام أرفع من الذي يستغفر لأنه صاحب ذنب ويطلب العفو لأنه صاحب خطيئة، هذا مقام أعظم كان عليه نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ثبت في صحيح مسلم من حديث سهيل ابن أبي صالح السمان أن والده أبا صالح كان يأمرهم إذا أراد أحدهم أن ينام، يقول ابنه سهيل: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول، وذكر الدعاء: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم أفاد أولا أن هذا من أذكار النوم التي يقولها المسلم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد المنام، وأفاد ثانيا أن هذا من جوامع أدعية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من المعاني العظام ما يستحق التأمل فيه مليا يا كرام. انظروا كيف توسل أولا إلى الله، وهذا وصف عام في مجموع أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قبل أن يتوجه بالطلب يحسن التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتذلل والاعتراف بالعظمة لله. عامة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، فإنه قبل أن يسأل الله يحسن التوسل بعظيم الأسماء والأوصاف التي ثبتت لرب العزة والجلال. يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف يتلطف العبد مع ربه، يعلمنا كيف يسأل الله حاجته، يعلمنا كيف يمسك بمفاتيح إجابة الدعاء إذا دعا الله. في الدعاء أنت واقف أمام باب الكريم سبحانه تطرق الباب. يعلمنا في الدعاء قبل أن نطلب ما نحب نسمع ربنا ما يحب، وربنا سبحانه يحب المدح، يحب الثناء، يحب التمجيد والتعظيم. هذه سورة الفاتحة وليس فيها إلا طلب واحد، اهدنا الصراط المستقيم. نصف السورة الأول كله تمجيد وحمد وثناء، الحمد لله، فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول مجدني عبدي، مالك يوم الدين يقول أثنى علي عبدي، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. في الدعاء نحن نتوسل إلى الله، فانظروا كيف توسل بالربوبية، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، توسل إلى الله ببعض أفعاله وخلقه الذي لا يشاركه فيه أحد، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن. ثم دخل إلى مسألته وهي الاستعاذة، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ثم عاد إلى التوسل وذكر الأسماء الحسنى الأربعة الواردة في صدر سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وما فسرت الأسماء الأربعة هذه بشيء أعظم مما دل عليه هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فإن عامة المفسرين إذا أرادوا تفسير الأسماء الأربعة لم يتجاوزوا تفسيرها بما دعا به رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا معنى الأول. أنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا معنى الآخر. الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا تفسير لا يعدل عنه إلى غيره، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عاد إلى التوسل عاد إلى مسألة تليها، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. سأل الله عز وجل في خاتمة يومه إذا أراد النوم قضاء الدين والغنى من الفقر. في رواية أن هذا الحديث سببه ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه، قال أتت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، يعني يعينها على قضاء حوائجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وبين لها أن ذكر هذا الدعاء والتسبيح خير من خادم، فصرفها عن سؤال الدنيا إلى طلب الآخرة، وهي أنفع وأبقى، ثم هي أعون للعبد على مراده، ينام ليستقبل يوما جديدا حافلا بعمل وكفاح ودخول وخروج وسعي في طلب المعاش أو في الدراسة أو في الوظيفة أو في مناكب الحياة. فإنه لا شيء يعين العبد أعظم من استعانته بربه عز وجل إذا أوى إلى الفراش، فيكون نومه محفوفا بدعاء عظيم طرق فيه أبواب الرجاء، فإذا صعدت روحه إلى باريها كان آخر عهده من الحياة هذا الذكر العظيم وسؤال الله عز وجل تلك المطالب العالية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان إذا استيقظ من الليل، لا يقصد هنا القيام من الليل إلى الصلاة، يقصد الاستيقاظ الذي يقع أثناء النوم، فربما فتح النائم عينيه ويعود إلى النوم ثانية، وهذه تحصل لي ولك. أما عامتنا
في حال الغفلة عن مثل هذه السنة العظيمة. والهدي النبوي إذا فتح عينيه عاد فأغلقها، وغاية ما يفعل أن يغير الجنب الذي نام عليه، أو يعدل من لحافه وهيئته على الفراش، ويبحث عن الوسادة ويصلح من حاله ليعود إلى النوم كرة أخرى إذا كان في الليل بقية وله في النوم حاجة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ ففتح عينيه وعادت روحه إلى الحياة ولو ثواني معدودة ملأها ذكرا لله. الحديث المذكور هنا فيما سمعتم حسنه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر، وصححه ابن حبان والحاكم، وعامة المحدثين على تضعيفه لضعف بعض رواته، وتضعيفه أصح عند المحدثين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلها من أدعية القرآن الواردة في كلام الباري جل وعلا، فالدعاء بها محمود، إن حفظته فخير وبركة، وإن فاتك فلا يفوتنك أن تذكر الله ولو بالاستغفار إذا انفتحت عيناك أثناء المنام. فعد حفظك الله إلى نومك محفوفا بذكر الله، لا أطيب والله ولا أهنى، فربما كانت آخر مرة تفتح فيها عينيك في الحياة، وربما كانت نومتك الثانية كبرى لا صغرى، ولا عودة بعدها إلى الحياة. فما أجمل أن تكون خاتمة عودتك إلى الحياة عودة قطفت فيها ثمرة من ذكر الله فعدت وعادت روحك إلى باريها. نعم. أحسن الله إليكم. وكان إذا انتبه من نومه قال، كان إذا انتبه، وقال في الأولى إذا استيقظ، فما الفرق؟ الانتباه من النوم القيام منه، أما الأولى فالاستيقاظ أثناء النوم. هنا قال كان إذا انتبه، يعني خلاص هذا القيام من النوم إلى الوتر إلى قيام الليل إلى صلاة الفجر، هذا القيام الآن. نعم. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهو قال في ابتداء النوم: باسمك اللهم أحيا وأموت، وهو يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أحيانا من النوم، والنوم موت، والله قد قال في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالأنفس نوعان، وكلها وفاة، سماها الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين الموت تتوفى النفوس، والتي لم تمت في منامها أيضا توفى الله أنفسها. ثم ماذا؟ فيمسك التي قضى عليها الموت أرواحها لا ترجع، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالمقصود أن ذكر الله عز وجل بعد الاستيقاظ من النوم نعمة تجددت لك عبد الله. أشعرت بهذا؟ أن كل يوم فتحت فيه عينيك كان يمكن ألا تعود إليك روحك، لكنها نعمة أن وهبت من عمرك يوما جديدا لتملأه طاعة وصلاة وذكرا لله عز وجل. فقال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني الرجوع يوم القيامة بعد البعث من القبور. قال: وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوك، وربما قرأ العشر الآيات من أواخر آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. وقال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. أدعية عظيمة، والله من يقرأها ولا يعرف مواضع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها يتخيل أنها في جوف الليل، وأنها في قنوت الوتر، وأنها في أدعية في أوقات جليلة عظيمة، في عرفات مثلا عند الوقوف بها، أو في السعي بين الصفا والمروة، أو في الطواف بالكعبة، وهي أذكار
يقولها إذا انتبه من المنام، إذا استأنف يوماً جديداً في الحياة، إذا أقبل على يوم جديد عادت فيها روحه إلى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يقول تلك الأدعية. عامة أدعيته المحفوظة في مثل هذا المقام ليحفظها المسلم، ثم يقولها مطبقاً لتلك السنن في مواضعها أولاً، ثم ليحفظ ثانياً من هذه الجمل والأدعية النبوية ما يملأ بها مواطن الدعاء التي يحتاج فيها إلى دعاء. أنت تطوف وبحاجة إلى الدعاء، تسجد وبحاجة إلى دعاء، ترفع يديك في أي ساعة من ليل أو نهار وبحاجة إلى دعاء. لا والله لن تجد جملاً أعظم ولا أجمع ولا أنفع في الدعاء مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعية جامعة نافعة، فيها مطالب العباد، وفيها خير الدنيا والآخرة، فيها الحمد والثناء، فيها التمجيد والتعظيم لرب العزة والجلال. يتسوق إذا قام، وهذه سنة عظيمة باتت مهجورة إلا عند من رحم الله، يجعل سواكه قريبا منه. وكان عليه الصلاة والسلام ربما كان سواكه عند رأسه، وربما أتاه حامل وضوئه إليه ومعه سواكه. فالسنة استفتاح اليوم بالسواك، وربما قرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: وقد نزلت عليه ذات ليلة فبكى حتى بل لحيته وبل الأرض، فأقبل بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر فوجده على تلك الحال، فلما استفسر قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهي العشر الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. وقال الدعاء الذي سمعتم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. وفيها أيضا العظمة لله، وفيها التمجيد والثناء، وفيها الاعتراف: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. ثم جعل كل تلك الجمل توسلا وتعظيما وتمجيدا وحمدا وثناء واعترافا بالذل والافتقار. ففي هذا الدعاء كما تقدم كل جمل الحمد والتمجيد والثناء والتعظيم لأجل تلك المسألة في آخره. قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ينام أول الليل ويقوم آخره. وفي لفظ في صحيح مسلم: ويحيي آخره. هذا الهدي النبوي، النوم في أول الليل، وأوله يعني من بعد صلاة العشاء، ويقوم آخره يعني يحييه بصلاة الليل صلى الله عليه وسلم. وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها سألته: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فثبت بذلك خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثل أحدنا يخاف إذا نام أن يفوته الوتر، فهو لا ينام قلبه. قالوا: لصلة قلبه بربه جل وعلا والوحي يأتيه. قال: وكان إذا نام لم يوقظه. أيضا في صحيح البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. قال: لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. أليس يأتيه الوحي في المنام؟ فلا يكلمه أحدهم إذا نام، إنما يستيقظ بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال: وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه. تعريس أن ينزل المسافر أثناء سفره في بعض الطريق لينام نومة استراحة يكمل بعدها السفر، فهذه الراحة تسمى في اللغة تعريسا. كان إذا عرس بليل، يعني إذا تنحى في طريق السفر ووقف في ناحية ليستريح، اضطجع على شقه الأيمن، يعني نام كما ينام في بيته. وإذا عرس قبيل الصبح، إذا كانت راحته قريبا من الصبح، نصب ذراعه،
ووضع رأسه على كفه. ليش؟ نعم، لتكون هذه النومة أدعى للاستيقاظ وعدم الاستغراق في النوم حتى لا تفوت صلاة الصبح. فهل من دليل أعظم لبيان عظمة الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا؟ نعم. قال: وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم في صحيحه: كان إذا عرس بالليل توسد يمينه، وإذا عرس بعد الصبح نصب ساعده، وأظن هذا وهما. والصواب حديث الترمذي، والتعريس إنما يكون قبل الصبح. ومحل الوهم قوله إذا عرس بعد الصبح، والصواب في رواية الترمذي أن التعريس قبل الصبح. نعم. وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات. الأطباء يقولون أعدل النوم ثلث اليوم 8 ساعات، من 6 إلى 8 ساعات. وأهل العلم يقولون أعدل النوم نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوم أول الليل صحة وعافية، واستيقاظ آخر الليل بركة في العمر والرزق والحياة. يدرك الجوف الليل والسحر صلاة وذكرا ودعاء، يستقبل يومه صبحا مستيقظا قبله في آخر جزء الليل، فتلك أعدل النومات وأطيبها للبدن، كيف لا، وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه تم كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل، ولنا في بقية الفصول التي تأتي تباعا تتمة إن شاء الله تعالى. عبق اللسان بذكر أحمد وانتشى قلبي، وحنت مقلتي لرؤاه، ما حيلة المشتاق إلا ذكره، فبذكره يعطى المحب مناه. استكثروا يا قوم من صلاتكم وسلامكم على الرسول المصطفى والنبي المجتبى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.